شخص ما بطريقة ما سرق صندوق الحلقات الجديدة من أبطال التايتنز انطلقوا. ولكن من قد يفعل هذا الشيء الفظيع؟ هل هي ريفن؟ سايبورغ؟ أم أحد هؤلاء المشتبه بهم؟ وهل سيتمكن روبن تحمل الاستجوابات؟ اكتشفوا ذلك في الحلقات الجديدة إذا وجدناها من أبطال التايتنز انطلقوا ابتداء من الاثنين في الأوقات التالية على كارتون نتورك.